بسم الله الرحمن الرحيم. تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهيل كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا ليال. إله سبحانه وتعالى قرآن كسوح كل يهي قبصد حرق إباء دمانتين هنك لتقين ولا ليال. الله وحول لي هاي مؤمنين تا يجا أمبا ولا لا وناجية ولا الذين لحظة إلهي نكعب صدى وحمدنتهن إلا إذن حرست. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. النبي وحيدي صلوات الله وسلامه عليه سدح أخرين روحي دحدي سيحاته أما سدح أخرين لقهله وحوهره يا حلاوة الإيمان إيمان كمعان كيس حديث كوالغن هذا الشيء أسيقه لما يستلال وحا أن أكهني وحويان فقرده وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. موضوع كلمة ما انتشر مدى إن نجيدنا تابع كساب سنتا. النبي وحي صلوات الله وسلام عليه إيمانك معانك يسو حيابها اللقوها لو حكم ذا إنه فوحا أجعلابه فوحا كلا وصن أجعلان اللدرتي موياني وحكلا وصن أجعلان ونن أجعلان الأدوني وصن أجعلان دنك لأو كل يهي وحال دون يائنا نفوحا كلامركا جعلانا نانو جعلانو ألا درتي الأخوة الإيمانية الأخوة في الله إلهي درتي يا نسكو جعلانا لكو حال دون يائنا إلهي درتي يا نسكو حريرينو إلهي درتي يا نسكو برانو
إلهي درتي عن سكوب وقنا وشيء آدي آدي مهيمة ولا قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح ولا لي العمر حجر رضي الله عنه لمسين الدون وحكا وناكسن ولال وناكسن إسلام لماذا كجب إن إلهي كسي ولال وناكسن وإلهي درتي أسكج عشهين وأن عؤاد يؤاد وين عن إلى شنو ولا لغير كان أبو الدرداء يقول إني لأدعو لسبعين من إخوتي في سجودي أسميهم بأسمائهم أبو الدرداء وحا أؤها مدير هذا وحا أدعي أو أن الله أبريا تضباطا كمد أهوالا لذي أنيقو سجود سن ولبا وان مقعابا سجود دا إحدى دا مقعيض دا أيام كشيقا أبو الدرداء ولا لذي أشيقي ولا لذي إيمان كأيكو ولا لوبين ما أهوالا لذي نصب يدر شد يكون ولا لوبين وحيكون ولا لوبين إيمانك يكون ولا لوبين يتوحيدك أبو الدرداء السجن وحكو حمباري إيمانك يساكو حمباري إنه أدعي ولا لذي أيقو كمقا ولبا ماشى أغفي عن أسقو كسقا أما حارد أغفي عن أسقو سجود تابعيك محمد بن واسع وحاوي ما بقي من الدنيا شيء ألذ من الصلاة في الجماعة ولقاء الإخوان أدونك رحمة عنكم ظهر إنك لا يرغب صلاة جماعة لغتو كذو يوالا لها أولا لكلنا وقتنا للقاته وحكا وناكسن مجرو إن هذا وقت لقاته ولالك أدار لدرتي سكبرتين سكونا جعلاتين أن الله إسحسو سسان Nutshell, our brothers have been sharing with us verses of Quran and hadith as well. All these verses of Quran and the hadith have been talking about brotherhood in Islam and the importance it has in Islam. Indeed, one of the aspects of this brotherhood include loving each other for the sake of Allah, helping each other for the sake of Allah, and even visiting one another for the sake of Allah. Do not hate each other, but be servants of Allah as a brother. May Allah bless you all.